بالنسبة للتهديدات التركية وعمليات درع الفرات بين عملياتهم سوف تشمل مدينتي الباب ومنبج، ما موقفكم من هذه التهديدات؟ أولا منبج نحن سيطرنا عليها بفضل الشهداء اللي سقطوا، وأكيد نحن ما رح نعطيها لحد ولا رح نعيفها. وثانيا مدينة الباب، يعني نحن أبناء مدينة الباب وريف مدينة الباب، يعني مو بالسهل واحد يتخلى عن أرضه بهالسهولة هي. ثانيا عملية درع الفرات يعني أصبحت واضحة بعد تصريح رئيس المجلس التركماني عندما قال سوف يكون تغيير ديموغرافي للمنطقة بتوطين التركمان. نحن نحترم التركمان، ولكن الكلام اللي نتج يعني عن رئيس المجلس التركماني أصبح واضح للعالم كلياته ما هو هدف عملية درع الفرات في الريف الشمالي ومدينة الباب. نعم، بالنسبة لهذه التهديدات، موقفكم من هذه التهديدات في حال إذا قامت عملية درع الفرات بهجوم على مدينة الباب، ما هو موقفكم؟ موقفنا نحن ما راح نتخلى عن بلدنا، يعني ما راح نسمح لحدا يعني انه ياخذ بلدنا منا. بلدنا في النتيجة نحن ابناء مدينة الباب، وريف مدينة الباب يعني هي منطقتنا وما راح نعيفها لحدا. هل يتم التحديد لحملة الباب من قبلكم؟ يعني في عمليات وشيكة تقومون بتحذيرات، هنالك تقارير تشير بأن حملة الباب سوف تمتلئ خلال أسابيع، يعني ما صحة هذه الأخبار؟ يعني نحن لما تنطلق حملة الباب أكيد ما راح نخبي الموضوع الحملي، بالعكس نحن نفتخر عندما يكون عندنا حملة تحرير. يعني واحد لما يحرر بلد يعني شيء جميل، نحن ما راح نخبي، وعندما يكون هناك حملة سوف نخبر في الحملة على الإعلام ولا نجعل الموضوع يعني متمرمغا أو مخبأ على أحد.